زروق سفيان مدرس الجهوي دعوة في داخل مسيء رئيس لجنة مشرفة الانتخابات لهياكل مجلس إدارة الصندوق. اليوم العملية تجرى بظروف حسنة بحضور السادة إدارات الولاية، كذلك إدارات الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي. العملية تجرى على ما يرام بحضور وإقبال محترم من طرف الفلاحين الذين استجابوا لهذه الدعوة وإتمام عملية الانتخاب. من بين العملية التي تقبل على انتخاب 7 أعضاء، 5 رسميين و2 إضافيين، ويكون من المهام الأساسية إعطاء لهذا المجلس إعطاء دفعة طيبة في تحسيس وتحسين الخدمات التأمينية. وشكرا. السيد جمال قبيلي مشرف جهوي رئيس لجنة الإشراف على عملية الانتخاب. اليوم يعني جينا نمشينا للإشراف على عملية الانتخاب في إطار عملية إعادة الهيكلة للصناديق الجهوية. اليوم نشرف على عملية انتخاب مجلس الصندوق الجهوي للإمتداء. يعني الأمور الحمد لله تجري في شفافية وديمقراطية تامة. عدد المشاركين الحمد لله كان عندنا نصاب تجاوز يعني العدد المعهود. العملية تجري في شفافية تامة بحضور الإخوة الفلاحين والفاعلين في القطاع. إن شاء الله تكون لبنة جديدة، ونبارك إن شاء الله في الصندوق هذا العمل الجبار، وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أولا نشكر إدارة الصندوق على العملية الانتخابية التي كانت بشفافية وحضور مكثف للفلاحين على مستوى الولاية. نشكر المنتخبين اللي كانوا سندا للرئيس، وحنا إن شاء الله رانا الأول رئيس، رانا يد واحدة الأول رئيس والآخر رئيس، ومشكورين ونشكر جميع الفلاحين. وحنا إن شاء الله نكونوا في وعدنا باه نمدوا إضافة للفلاحين، باه نمدوا إضافة للصندوق، باه نكونوا في المستوى، والتاريخ يشهد على ذلك. والسلام عليكم ورحمة الله. روحوا وتيتوا بعيد، وبارك الله فيكم، مشكورين.